السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أنا سالم من جديد معكم إيهاب محمد من قناة وي نو كونكر. وأخيرا رجع إيفنت فاشن ديل جيرمانت أو رينبو فاشن ديل من 14/9/2021 لغاية 27/9/2021، يعني قاعد بتاع 13 يوم تقريبا. بصراحة الإيفنت ده بينزل كل سنة مرة، يعني إيه تحس إن أغنية زوروني كل سنة مرة. المهم يا جماعة عشان ما نطولش عليكم، يا ترى إيه الجيرمانات المنددة الجديدة اللي نزلت؟ أول حاجة عفوا لانر فوكس موجود، ده كان من بدري. راديانت جولدن ريتريفر، سايبر دوغ، نيكست هتلاقيهم اخر حاجه، هو الفارس كلاود وباسيفيك كلاود وشادو فوكس تشورا، يعني مونتاد محتاجه 40 حجر احمر. حلو الكلام. فنبص هنا كده، يعني مونتاد بصراحه محتاجه، مش عارف انا ليه كده حتى السحابه دي الزرقاء والسحابه الحمراء او جولدن فيش رايبل دي تقريبا. جولدن فيش فين اللي هو التاني تقريبا اهي باربعين واحدة. لا نرجع سوبر دوج بتلاتين، نرجع كمان ماني هورس كينج اوف سكوربيون. والله انا عندي بصراحة اشتري الفاير دراجون هيدز دي احسن بكتير بصراحة. الفكرة كلها يا جماعة طبعا ان انت بتجيب لايف جيد ايفر جيد وبلدي جيد، طبعا بسبب الثغرة اللي نزلت قبل كده، فطبعا كانوا الناس كتير عملت كميات رهيبه، وكمان مش بسبب الزغره اكتر حاجه، لا ده كمان بسبب اللي هو التشالنج، لا مش التشالنج عفوا، اللي هو الارينا الجديده. تمام، فهي كانت ظابطه الدنيا كلها بصراحه. ليا عندك الهيرو جيزرينج بس مش عارف ليه مقفول حاليا، هي بتجيب لك عندك الحجاره دي عموما. طيب عموما انا في الفيديو ده عشان ايه قلت بقى ايه اصور الحجاره الخضراء، والفيديو الثاني اصور الحجاره الزرقاء، وفيديو ثاني اصور الحجاره الحمراء او الزرقاء والحمراء مثلا في فيديو ثاني. اول حاجه بندوس على 3 ستار. طبعا يا جماعه خليكم عارفين، انت اول حاجه بتجرب بحجر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده 3 ستار عفوا، عندك 1 ستار اهو، ده اولايف جيد. اولايف جيد بيرمننت فانسي ازورا، استخدم 3 بيرمننت جودير، وطبعا اغلب الجرمانات دي بتبقى اصلا ايه بتبقى موجوده يعني، فاهمين ازاي؟ فنصيحه لو انت لقيت الجرمانات دي ايام فما تستلمهاش عشان ما تملاش عندك مكان وخلاص. عفوا طبعا يا جماعه انتوا عارفين الواحد اصلا يعني تحس انه بيجيله دور برد كده في الصيف، ما تفهمش ازاي. ايفر جيب فريجمنت او انت كليم اول او كويك تيك بارت. تمام، يعني انت هتاخد من الجرمانات يعني فريجمنت تديك الحاجه الثانيه. ده ماونت مش عارف اذا كان معايا ولا لا. تمام، ارمي داول ملوش لازمه. يوز اللايف جيت. طبعا يا جماعه الايفنت اللي هو الثلاث حجاره دول هيبقى حكايه بصراحه. كاربن برايت معايا او كريبيان بايرت او عموما شير بلوسوم. يعني انا عايز اعرف الشركه ليه بتعمل كده، ليه يعني ليه يا اخوانا، ادي حاجات نظيفه. افريجيت فريجمنت او انتك بارت ماشي حلو، مش وحش، حلو برضو. عموما انا برضو ايه انتك بارت، انا هسلم 3 بصراحه عشان اريح دماغي. علايدين ابرج فريجمنت تيك بارت اوف زيم بيرمننت لو سيليستيل موجود، هنبدل الحاجات دي عشان بيجي لنا حجاره زرقاء منها، فاهمني؟ يعني احنا مش حاطينها كده وخلاص يعني. بيرمننت وايت سيليستيل وامرالد تايجر، سيبك من ده، انا افضل بصراحه ان انا افضل ده كله. عموما انا بس هعمل بتاع 100 حجر ولا حاجه عشان ما اطولش عليكم فيما بعد، عشان ايه طبعا هقعد اصور وانا بستلم الحاجه فمش لذيذ بصراحه. انا هصور لكم فعلا اللي هو انا بستلم الايه الحجاره الزرقاء، بسلمها الحجاره الزرقاء دي مهمه جدا. ماشي سكارليت تايجر، هو ده بينفعك والله ان انت بتجمع الجرمانات اللي ناقصاك، يعني فاهمني ازاي؟ الجرمانات اللي ناقصاك الكلام ده كله بصراحه مفيده جدا عشان خاطر اللي بيزود اتاك والكلام ده، فالموضوع بيبقى لذيذ جدا بصراحه. تيك بارت اوف ذيم. طيب يا جماعه عشان بس ما اطولش عليكم، اخر واحده
كان معكم اياد محمد من قناة طويل وكونكر. ما تنساش لايك وفيديو واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس. اتمنى لكم كل خير والدعم المستمر، وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى، وحاجات كتيرة جدا جدا هنزلها باذن الله، اضافات جديدة هتنزل في كونكر اونلاين هبقولها لكم باذن الله تعالى. كان معكم اياد محمد من قناة طويل وكونكر، الى اللقاء واشوفكم على خير. سلام. بس قبل ما اقول سلام، ايوه لازم حاجه اكسب حاجه برن. سلام كده.